Hello, my dear students. مرحبا طلاب الأعزاء. Welcome all of you to English class. أهلا وسهلا فيكم جميعا إلى حصة اللغة الإنجليزية. This is teacher Amani. معاكم Miss Amani. واليوم إن شاء الله تعالى we will explain together. بدنا نشرح مع بعض إن شاء الله تعالى مجموعة من الأمور يلي لازم وضروري كتير نكون على دراية فيها مع نهاية هذا الأسبوع. At first, بالبداية بحب أعتذر منكم جميعاً على استخدام دفتر لغة عربية في هذا الفيديو وذلك لعدم توفر دفتر لغة إنجليزية وضرورة تسجيل هذا الفيديو لإلكم لحتى أوضح لكم مجموعة من الأمور. Let's start together. خلينا نبدأ مع بعض our class today. حصتنا لليوم. Let's start with the day and the date and the title. خلينا نبدأ مع بعض باليوم والتاريخ وكمان العنوان. Today is Thursday. Today is Thursday. الخميس. Thursday. Thursday, الخميس. And the date today is, وتاريخ اليوم هو 20th of October 2022, بمعنى العشرين من شهر عشرة أكتوبر 2022. بالبداية أحبابي بحب أوضح لكم أنه أنا رح أشرح بهذا الفيديو قاعدة simple present، قاعدة المضارع البسيط، لكن لحتى أقدر أشرح لكم قاعدة المضارع البسيط بشكل واضح لازم نكون مع بعض متفقين على الضمائر يلي رح نستعملها في هذه القاعدة. Let's start with the pronouns. خلينا نبدأ مع بعض بالضمائر. Pronouns. 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 ضمائر. ضمائر. Pronouns. ضمائر. Pronouns. Okay. الضمائر يلي رح نستعملها بهذه القاعدة هي عبارة عن كلمات أنا بقدر أستخدمها مكان الاسم، بمعنى إنه هي عبارة عن كلمات أنا بقدر أشيل اسم الولد أو اسم البنت من الجملة وأحط الضمير المناسب مكانها، والضمائر يلي رح أستعملها هي فقط أربعة ضمائر، ثلاثة ضمائر تستخدم للمفرد وضمير واحد فقط يسمى ضمير المتكلم، أما بقية الضمائر فما رح أستخدمها في هذه القاعدة. Let's start with the pronouns. لنبدأ بالضمائر. الضمير الأول أحبابي يلي بحب إنكم تركزوا عليه هو ضمير المستخدم للمذكر أو للولد واللي هو he. 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 Again مرة تانية. He. 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 ضمير he هو الضمير المستخدم للمذكر أو للولد he. He. الضمير الثاني أحبابي وهو الضمير she. 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 الضمير she هو الضمير الثاني المطلوب في هذه القاعدة. He. He. ضمير المذكر ويستخدم للولد، أما الضمير الثاني فهو she. 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 وهو ضمير مستخدم للمؤنث أو للبنت. الآن الضمير الثالث وهو الضمير it. 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 الضمير it أحبابي هو ضمير يستخدم لغير العاقل. غير العاقل. غير العاقل أحبابي هو أي شيء
ليس بإنسان، يعني جماد أو حيوان. غير العاقل بيكون إما جماد مثل الطاولة مثلا table، أو حيوان مثل الكات قطة it. الضمير it يستخدم لغير العاقل. وآخر ضمير رح نتحدث عنه في هذه القاعدة أو رح نستعمله هو الضمير I. ضمير I أحبابي هو ضمير المتكلم، ضمير المتكلم I ويعني أنا. إذن رح أستعمل he ضمير المذكر للولد، she ضمير المؤنث للبنت، it ضمير لغير العاقل من جماد أو حيوان، I ضمير المتكلم ويعني أنا. الآن I هي ضمير المتكلم، أما she وit هي ضمائر المفرد، ضمائر المفرد. أوكي، الآن بعد ما دونت جميع الملاحظات والمعلومات يلي اتفقنا عليها أنا وياكم واستخدام كل ضمير من هذه الضمائر، خلينا نتفق مع بعض إنه الضمير هي she وit هي ضمائر مفرد، ضمائر مفرد. الآن أحبابي بدي أوضح شغلة بسيطة، إنه letter H حرف ال H في الضمير he يلفظ إه، صوته إه، والإي في نهاية الكلمة ليست حرفا صامتا، لفظناها he إذن ليست silent وإنما لفظت فقلنا he، we say he. Now she. Letter S with H، حرف ال S مع حرف ال H صوتهم مع بعض ish. We say she. ونفس الشيء بالنسبة لحرف ال E يلفظ فلا نقول عنه حرفا صامتا أو silent. It يلفظ الآي تقريبا على أنه كسرة فنقول it. وحرف الآي هو دلالة الضمير I، أنا ضمير المتكلم. أوكي، الآن خلينا نبدأ مع بعض أحبابي بشرح القاعدة step by step، خطوة بخطوة، لحتى تكون الأمور واضحة إن شاء الله تعالى. بعد هيك رح أربط لكم القاعدة بالضمائر يلي وضحناهم في بداية هذا الفيديو. كتير مهم أحبابي أوضح لكم إنه قاعدتنا لليوم هي المضارع البسيط present simple again، مرة تانية present simple المضارع البسيط present simple المضارع البسيط. الآن في هذه القاعدة أحبابي رح أستعمل 4 verbs أحبابي الحلوين تعني أفعال. رح أستعمل بهذه القاعدة 4 أفعال فقط، 4 أفعال أوكي هي المطلوبة مني كطالب في الصف الثاني. بالبداية الفعل الأول رح يكون get وإحنا أخذنا الفعل get مع get up مثلا يستيقظ، وأخذنا كمان get dressed
بمعنى يرتدي ملابسه. Get dressed وكمان get up. الفعل الثاني, the second verb is play. 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 يلعب. يلعب. Play. يلعب. Get. Get. Play. Play. Okay. The third verb is, الفعل الثالث هو go. 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 يذهب. Go. يذهب. Go. Go. Okay. The last verb, الفعل الأخير, واللي هو أحبابي بعد get, play, go, have بمعنى يمتلك, have. Okay. الآن أحبابي رح نعطي examples, أمثلة, ونوضح مع بعض طريقة حل أو استخدام هذه القاعدة لحل هذه الجمل. أوكي. الآن أحبابي خلينا نوضح مع بعض القاعدة الخاصة بكل فعل لحتى نقدر نحل الإكزامبلز, الأمثلة يلي موجودة عندي, وتكون أمورنا إن شاء الله تعالى تمام. هلأ بالبداية حبيت أحط لكم القاعدة كتابة ونناقشها مع بعض لحتى تكون إن شاء الله تعالى خالية من أي شك إن شاء الله. يضاف للفعل play والفعل get s بعد ضمائر المفرد. الآن أحبابي رح نلاحظ مع بعض إنه في عنا ضمير من ضمائر المفرد رح يكون موجود في بداية الجملة. إذا كان عندي الفعل play أو الفعل get في الجملة ذاتها at the same sentence, المفروض إني أضيف s, add s at the end of the verb. رح أضيف s في نهاية الفعل. تمام؟ الآن number two, رقم تنين, يضاف للفعل go es بعد ضمائر المفرد. برضو أحبابي إذا كان عندي ضمير من ضمائر المفرد في بداية الجملة وعندي at the same sentence بنفس الجملة ضمير go, go, هون أحبابي رح أضيف es وليس s لحالها إلى نهاية الفعل go. تمام؟ number three, رقم ثلاثة, يحول الفعل have إلى has بعد ضمائر المفرد. في حال وجود أحد ضمائر المفرد في بداية الجملة يلي هم he أو she أو it, وكان عندي في نفس الجملة الفعل have, ضروري أحول الفعل have إلى has حتى تكون الجملة عندي صحيحة 100%. خلينا أحبابي نحل مع بعض هدول 3 sentences, الجمل الثلاثة, لحتى تكون الأمور إن شاء الله تعالى واضحة. Sentence number one. She فراغ up at 6 o'clock, وعندي between brackets بين قوسين الفعل get. طريقة حل هذه الجملة سهلة جدا وبسيطة. أول خطوة بعملها, الفيرست ستيب أحبابي, إني أحط هذا الفعل يلي موجود بين أقواس في الفراغ. get. get. تمام. الآن بنتقل إلى الضمير الموجود في بداية الجملة. she, she ضمير مفرد. إذا كان الضمير يلي موجود عندي
في بداية الجملة من أحد ضمائر المفرد يلي هم she, he أو it. هون أحبابي يضاف للفعل is. هون رح أضيف للفعل is بوجود she قبلها، لأنه القاعدة تقول يضاف للفعل get is إذا جاء بعد أحد ضمائر المفرد. تمام؟ الآن sentence number two، الجملة الثانية. He فراغ to school early. Early بمعنى هو يذهب إلى المدرسة في وقت مبكر. نفس الشيء رح أنقل الفعل الموجود between brackets بين قوسين للفراغ go. Go الآن بسأل نفسي أحبابي، الضمير اللي إجا قبل هذا الفعل يلي موجود في بداية الجملة هل هو ضمير مفرد؟ Yes it is. He ضمير مفرد. هون رح نضيف للفعل es. Es يضاف للفعل es، وذلك لأن الفعل go لا يقبل بالاس لوحدها وإنما بإي تأتي قبلها. es goes. Goes. إذن أضفنا لي go is لأنه ضمير هي ضمير المفرد قبلها، والإي لأن go لا تقبل بالإس بدون إي. مرة تانية، الضمير الفعل عفوا go أضيف له إس لأنه بعد أحد ضمائر المفرد، وأضيف قبل الإس إي لأن go لا تقبل بالإس وحدها وإنما بإي إس لحتى يكون الفعل صحيح كتابة. Sentence number three، الجملة الثالثة أحبابي. She فراغ dinner at 7 o'clock. She فراغ dinner at 7 o'clock. وعندي بين قوسين have. Have هون أحبابي الوضع مختلف قليلا. لما بيكون في عندي have between brackets لازم أكون متذكرة إنه الفعل have إما يبقى كما هو أو يحول إلى has، ويحول إلى has بعد أحد ضمائر المفرد. بمعنى أنا هون have ما رح أضيف لها لا s ولا es، هون رح تتحول كليا أو تبقى كما هي. هون في عندي ضمير مفرد واللي هو she. الضمير المفرد she بيلزم الفعل have إنه يتحول إلى has، لهيك تحول ال have إلى has إذا جاءت بعد ضمير من ضمائر المفرد. have تحول إلى has بعد ضمير من ضمائر المفرد. الآن let's read together the three sentences، خلينا نقرأ مع بعض الجمل الثلاثة بعد الحل الصحيح لكل منها. One. She gets up at 6 o'clock. Two. He goes to school early. Three. She has dinner at 7 o'clock. Okay. Okay. الآن الجزء الثاني من القاعدة أحبابي، برضو رح أستخدم the same verbs، الأفعال ذاتها واللي هم get, play,
go وكمان have. أوكي. الآن الجزء الثاني من القاعدة يقول إذا جاءت الأفعال التالية get, play, go, have بعد ضمير المتكلم I فإنها تبقى كما هي. برجع بكرر مرة تانية، إذا جاء get, play, go, have بعد ضمير المتكلم I في الجملة فإنها تبقى كما هي، ما بضيف عليها S وما بضيف ES ولا حتى بحول have إلى has، وإنما تبقى كما هي. Let's start. خلينا نبدأ مع بعض بالحل. استخدمت the same examples، نفس الأمثلة اللي وردت قبل قليل، لكن غيرت الضمير من أحد ضمائر المفرد إلى ضمير المتكلم I. تمام؟ الآن I فراغ up at 6 o'clock وعندي بين قوسين get. الآن حكينا إنه الـ first step، الخطوة الأولى إنه أحط الفعل يلي موجود between brackets، between قوسين يعني بين قوسين، أحطه في الفراغ. الآن وضعته في الفراغ، بنتقل إلى الضمير الذي قبله. تمام؟ إذا كان الضمير الذي قبله أحد ضمائر المفرد بضيف S أو لجوز go عفوا بضيف ES أو بحول من have لهاز. الآن هون ما عندي ضمير من ضمائر المفرد، عندي I، ضمير المتكلم I. هون أحبابي يبقى الفعل get كما هو ولا يضاف له أي شيء. تمام؟ Let's move to the second sentence، الجملة الثانية. I فراغ to school early. هذه الجملة معناها إنه أنا أذهب إلى المدرسة مبكراً. تمام؟ الآن أحبابي عندي between brackets بين قوسين الفعل go. Go. هون أحبابي بنفس الطريقة راح أكتب الفعل يلي موجود بين قوسين في الفراغ. تمام؟ الآن بنتقل للضمير عفواً الذي قبله. الضمير يلي عندي أحبابي هو ضمير المتكلم I. تمام؟ I ضمير متكلم وليس أحد ضمائر المفرد، والقاعدة بتقول إنه بعد ضمير المتكلم I تبقى الأفعال كما هي، إذن يبقى الفعل go كما هو. The third sentence، الجملة الثالثة. I فراغ dinner at 7 o'clock، بمعنى أنا أتناول العشاء في تمام الساعة السابعة تماما. الآن الضمير أو عفوا الفعل الموجود عندي بين قوسين هو الفعل have. الآن رح أكتب have في الفراغ. Have. أوكي. الآن ما قبلها ضمير متكلم وليس أحد ضمائر المفرد لحتى أحولها لهاز، لهيك تبقى كما هي. Let's read the sentences. خلينا نقرأ مع بعض الجمل بعد ما حليناهم. I get up at 6 o'clock. I go to school early. I have dinner at 7 o'clock. Okay. الآن I wrote 5 sentences، كتبت 5 جمل لحتى نقدر نعبي الأفعال فيها بالطريقة الصحيحة. طبعا رح أوضح لكم كل جملة شو هي. I sentence number 1، I فراغ in the park، وعندي الverb play الفعل play. أنا ألعب في الحديقة، بدي أعبي الفعل play في الفراغ. Sentence number 2، he فراغ in the park برضو play، بس غيرت الضمير he.
Sentence number 3, she فراغ lunch at 3 o'clock. تتناول غداءها الساعة الثالثة تماماً. بدنا نعبي الفعل have. Sentence number 4, الجملة الرابعة, I فراغ to bed at 8 o'clock. إنه أنا أذهب إلى الفراش في تمام الساعة الثامنة. تمام؟ وبدي نعبي بالفراغ الفعل go. The last sentence, he فراغ dinner early. تناول عشاءه مبكرا وبدنا نعبي بالفراغ الفعل have. الآن هدول الفايف sentences رح أترككم نشاط لإلكم لحتى تعملوا براكتس أكتر, تمرين أكتر على القاعدة, ورح أستنى إجاباتكم أحبابي على الدفتر بالوقت المناسب لإلكم. و I will give you 3 marks, 3 extra marks, رح أعطيكم 3 علامات إضافية. تمام؟ إذا حليتوا هدول الفايف sentences correctly, إذا حليتوا هدول الخمس جمل بطريقة صحيحة. Thank you for listening, thank you for watching. شكرا لاستماعكم ومتابعتكم. بتمنى يكون الفيديو واضح بالنسبة لكم. Any question, I'm ready anytime. أي سؤال أنا جاهزة إن شاء الله تعالى في أي وقت. باي باي.